استأذنك اتفضل. بقى معانا تليفون مشرفنا القيمة والقامة الكاتب الصحفي والمحرر العسكري ورئيس تحرير جريدة السوق العربية أستاذ ياسر هاشم، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ طه، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. مساء النصر المصري، وإحنا مشرفنا في الاستوديو سيادة اللواء ربيع حماد. أهلا وسهلا بسيادته. مساء النصر المصري، مساء الخير على السادة المشاهدين. مساء الخير عليك يا أستاذ طه، وأهلا بسيادة اللواء. سيادة اللواء ربيع حماد الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كل التقدير والاحترام لسيادته. أهلا بيك. أهلا بيك. وعلى ذكر إن سيادته بقى مدفعية، المدفعية عملت غطاء رهيب في حرب أكتوبر طبعا، أكتر من 2000 مدفع على طول الضفة لشرقي القناة. ونقول وسيادة اللواء بقى يعني شرف لينا ان احنا نسمع صوته يعني. طبعا هو لسه كان بيقول نفس المعلومه اللي حضرتك بتقولها، كان في قصف شديد في حوالي 2000 مدفع كانوا بيضربوا في نفس الوقت. انا عايز استثمر وجود حضرتك معايا يا استاذ ياسر، وبما ان حضرتك محرر في الشؤون العسكريه، ونتكلم على اكتوبر، يعني شايفها ازاي بقى بنظره المحرر العسكري؟ اكتوبر ده شهر التحدي وشهر العبور وشهر البطولات، شهر المقاتل المصري، واخد بال حضرتك؟ يعني اكتوبر يغير المفاهيم العسكرية والعلوم العسكرية، وكان البطل فيه في هذا التوقيت هو المقاتل المصري. صحيح. هو المعجزة الحقيقية لانتصار اكتوبر الحقيقة يعني. صحيح. اكتوبر ما زال يدرس في المعاهد والاكاديميات العسكرية بالعالم. واكتوبر ده اول حرب استخدمت فيه الحرب الالكترونية استخدام الاجهزة المطورة في العالم، وعنصر الاختيار القادة لعنصر المفاجأة والتوقيت كان سر النجاح لحرب اكتوبر. ليه بقى؟ لان لو ركزنا في التوقيت هنلاقيه ضد المنطق، الجو حار والدنيا صيام، واختيار ساعة التوقيت الساعة 2 الظهر. صحيح. اللي عاوز اقوله ان حرب اكتوبر دي اعجاز في كل شيء بكل المقاييس. صحيح. ومن الحاجات المهمة اللي عاوز اقولها ان الجيش المصري بدأ التجهيز لحرب اكتوبر من حرب الاستنزاف 67. صحيح. فالمراحل الاعداد دي هي كانت الحرب الحقيقية لحرب اكتوبر يعني. معاك يا استاذ. مع حضرتك يا فندم، سامعك ومستمتعين بكلامك يا فندم، الشرف لينا. اتفضل. لا انا سامع حضرتك. واحنا بحكم شغلنا كمحررين عسكريين، هناك تواصل دائم مع اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه. طبعا بنشاهد على ارض الواقع مراحل اعداد وتدريبات ورفع كفاءه المقاتل المصري. صحيح. وده بيتأثبت طبعا على الحالة الأمنية اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي. صحيح. والقضاء على الإرهاب. صحيح. من جذوره. والقضاء على أهل الشر. طبعا أنا وضحنا بعينينا في الزيارات الميدانية لسينا وجبل الحلال عندما تم تطهيره من التكفيريين. والشكر موصول طبعا لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على جهودها انها بتوفر لينا ان احنا نطلع نشوف بعينينا كمحررين عسكريين ومراسلين عسكريين لطبيعة الحياة هناك يعني. صحيح. فتحياتي لحضرتك يا استاذ ياسر، وشاكر على اهتمامك. وبنظرة المحرر العسكري اتكلم على ان في مراحل لبناء الجيش المصري كانت تسبق 73،